عسلامة ومرحبا بكم مع عليا شريشي اون مانجي بور فو. طلتنا اليوم في قلب العاصمة وبالأحرى في نزل ليكو تونس في شارع محمد الخامس. يلا نكتشفوا عرض رمضان. حكاية طويلة مع المبنى هذا وتاريخ كبير من زمن سلسلة أبو نواس. ليكو تونس مرتفع في قلب العاصمة، موقع استراتيجي ويحضن العديد من التظاهرات المهمة. ليكو في شهر رمضان يقدم لنا عرضين متاع إفطار، واحد في الميزانين واللي يتكون من فورمول بوفيه، والثاني في التخزين اللي هو منيو بالقاعدة. أنا نحب الدليل والقاعدة، مش كان هذا، نحب المنظر المزيان اللي يطل على وسط تونس والبحيرة. السلايد في خمسة فخار، الشربة والبريكة كما العادة، والاختيار ما بين ثلاثة أطباق رئيسية. خذيت مقارونة بالمناني، ما شاء الله، مطعم وكمية. وفي الديسير فما بوفي كامل على ذمتك، انت ايش تشتي؟ ريستوران لا كازا ليكو يقترح عرض حول بوفي فيه انواع متاع اطباق ثريه مختلفه تونسيه واجنبيه، ستاسيون بريك، بوفي سالاد وشو كوكينغ دو بات، والعديد من الاختيارات حول التصنيف التونسي. الملوخية بنينة ياسر ياسر، ننصحكم بها. حاجتين لفتت انتباهي وشهيوني، العلوش الكامل بالروز والفاكيا والبايلا فالنسيا. كيف ما عودونا لو بوفي ديسير كامل بمجاميعو، تترأسو نافورة بالشوكولاتة. في العشاء ترافقنا دندنة العود أو تخيزيان والفرقة النسائية في لاكازا. Le directeur général du Laïco, M. Wissem Swifi, باش يعطينا لمحة على العروض وخاصة على البرمجة الفنية طوال الشهر. صح شربتكم، مرحبا بكم. نزل ليكو تونس كما كل عام يحضر لكم بروجرام فاريي. السنة حضرنا بالنسبة للإفطار عندنا دو فورمول، فورمول نتاع إفطار بوفيه في ريستوران لا كازا، تيراس نتاع ريستوران لا كازا اللي عملنا لها ديكوراسيون تيبيك سنة مع البارتنير نتاعنا مرقوم. وكل يوم فما انيماسيون ميوزيكال مع تروب شيش خان. والفورميلا الثانيه هي افطار منو في التريزيام، تعرفوه بالكدا كما كل عام، زاد كيف كيف بدلنا ديكوراسيون فيه، وفيه انيماسيون ميوزيكال سيتاريست كل يوم. ابار هذايا حضرنا خمسه سهريات كبار سنة، عندنا ان شاء الله لو 30 مارس سهريه مع فوزي بن قمره، ولو 1 افريل سهريه اكبر عرض في تونس اللي هو عرض الزياره ان شاء الله لو 1 افريل في سال اويا. وعندنا كل جمعه سهريه، عندنا سهريه الحضره، حضره رجال تونس ان شاء الله لو 5 افريل، لو 13 افريل ان شاء الله حضره العزوزيه، ونهار 19 افريل اخر سهريه، سهريه كبيره فيها دالي تريكي والاسطنبالي بالحسن ميهوب، وسهره الدبكه السوريه، ان شاء الله سهريه كبيره. مرحبا بكم، جيوا بحذانا في ليكو تونس. نجموا تعاودوا تتبعونا على باج اون مانجي بور فو.ان ولا على تسعه.تي في، وتوا شهيه طيبه.